السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. بعد غيابه عن تدريبات ومباراة فريقه الأخيرة، قام نجم باريس سان جيرمان والمنتخب الأرجنتيني إيكاردي بالتنقل إلى الميلان من أجل لقاء زوجته ووكيلة أعماله واندا من أجل حل المشاكل التي عرفتها علاقتهما من أجل الخيانة. ولقد تأكد خبر عودة المياه إلى مجاريها ومسابحة واندا له، ولقد قام إيكاردي بإنزال صورة له رفقة زوجته بصفحته عبر الإنستغرام مع عبارات الحب والاحترام لزوجته، مؤكدا عودة العلاقة لطبيعتها.